نتابع مع الأخبار الثقافية والفنية، وبدءا من 14 تشرين الأول الحالي وعلى مدى أسبوعين بخصص مترو المدينة ضمن متروفون تحية للفنان سمير يزبيك اللي غادرنا بآب الماضي عن عمر 77 سنة. الفرقة الموسيقية رح بتكون مؤلفة من زياد جعفر على غناء، فرح الدور على البزق، أشرف الشولي على العود، جورج الشيخ على الناي، وبهاء ضو على الإيقاع، وذلك بلمحة من متروفون لإعادة أغاني الإذاعة اللبنانية القابعة في الأرشيف. ويلي ويلي يا هلا الله فرقة أم طالت عبالي طالت الفرقة، ويلي ويلي من حب، ويلي ويلي يا هلا الله فرقة أم طالت عبالي طالت الفرقة، وهي جرار منتابع مع أخبارنا. بيقدم مقهى تيما ربوطة بالحمراء الخميس المقبل أمسية موسيقية شرقية معاصرة مع أومي أنسامبل، هالفرقة اللي تأسست عام 2014 وبتشتغل على إنتاج موسيقى أصلية شرقية معاصرة بأسلوبها. إذا الموعد الخميس 13 الشهر الساعة 8 المساء بمقهى تيما ربوطة وبنسمعهم. منتابع نهار الأحد، نحن 23 شهر، نحن على موعد مع نشاط رياضي رح يصير بمنطقة الألمون بالشمال، ميني ماراثون بينطلق من مسجد الألمون وصولا إلى سيدة الناطور بأنفي، وينظم للسنة الثانية على التوالي بعنوان يس وي كان ران، والهدف منه التفاتة لذوي الاحتياجات الخاصة. منتابع، بتدعي الهيئة الإدارية لجمعية تجار بربور إلى حضور مهرجان التسوق في بربور يلي رح يقام بباحة السوق، والموعد الجمعة المقبل 14 الشهر ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. ماليش غم السوق مرة كنا عم نشوف مشاهد من سوق الحمراء، بس بالنهايه المهرجانات تشبه بعضها بالاسواق التجاريه. منتابع مع المؤلفه الموسيقيه والفنانه ايفون الهاشم يلي بتعطينا موعد بامسيه فنيه بعنوان لو تعرف، بتغني فيها القديم والجديد وبعض الاغاني من البوم معلش، بالاضافه الى اغاني اجنبيه بثلاث لغات، الفرنسي العربي والاسباني. الموعد الخميس 20 الشهر على مسرح دي بالاس بالحمراء. معليش معليش اصحى يهمك، شو فيها اذا بحكي عنك، معليش اصحى يهمك، شو فيها اذا بحكي عنك، كل غنية وكل كلمات وانت نسيني بالذات، ما اصلا فنك حرام يحكي عني شي مرة، الفن نعمل بس للفن ومش حقيقي ولا مرة، معليش اصحى يهمك، شو فيها اذا بحكي عنك، معليش اصحى يهمك، شو فيها اذا بحكي عنك، كل غنية وكل كلمات وانت ناسيني بالذات. منتابع مع اخبارنا، بالدورة الثالثة لموسم موسيقى الحجة بالجامعة الأنطونية عدة محطات من بيناتها أمسية فنية مع عزف على البيانو لبياتريس رانا، نهار الأربعاء 19 الشهر الساعة 8 المساء بكنيسة نوتردام بالجامعة الأنطونية بعبدة.
نتابع مع اخبارنا حلوه وياني يالها. عنوان الامسيه الفنيه مع الفنانه حنين يلي بتكرم من خلالها العملاق الراحل زكي نصيف. الموعد ب 13 الشهر الساعه 10 المساء بمترو المدينه. دنيتنا ضايعه كل الناس ولاد العم وضحكتنا ضايعه بحروب الدول الشقا والهم. ما تشوفوا الفوارق ما توقفوا عالمفارق كل الناس ولاد العم وموحدنا لون الدم. منتابع بتدعي مؤسسة ماشي ضياء إلى المشاركة بعشاها السنوية اللي بتكرم من خلاله الإعلام والصحافة، بالإضافة إلى محطات فنية أبرزها مع الفنانة ميريام فارس ب 19 شهر بافيون رويال بالبيال. والقلب يرتاح ريحني يا حبيبي من نار الأشواق، تلقك بالبسمة عيوني وتغني الأفراح، ولقك يا حبيبي زي أنا مشتاق ارجع لي اشوفك والقلب يرتاح ريحني يا حبيبي من نار الاشواق تلقك بالبسمة عيوني وتغني الافراح ولقك يا حبيبي. منتابع بخبر أخير، بتنظم جمعية أنتاركتيك الثقافية أمسية تكريمية بذكرى المبدع المسرحي بيرج فازيليان، بيتخللها عدة شهادات لعدد من الشخصيات الفنية مثل رفعت طرابي، ياسر حبان، ألكسندر نجار وغيرهم طبعا مع حفظ الألقاب، ب 8 الشهر 8 المساء بسنتر ديميرجيان بالنقاش. روحوا جيبولي هالعريس وعروس قولوا لهم ما يهربوا. لكن بهالضيعة نحنا منعمل الصيف بس هني بيقابلوا الشتاء. خلونا ما نتسرع لما بنجتمع بنشوف شو بدن شو بدن منقلن شو بدنا. الله عليكم، خلي قلوبنا على بعضها والايد تشبك بالايد والضيعة ترجع تعمر وتعمر. لا تتم المصالحة ما في الا هالواحد، خليها تقبل فرحتنا ونجوز ليلى بنت سنت هدومي من هاي راستل تال الالي. لا لا فضلو ابن الماركي بفضلو من هاي راس الجرد. وانا موافقة مع المختار. نحنا إلنا الشرف ومناخد الوردة ومناخد امه. كان يا مكان شهن شاه الزمان وهب الحكم لابنه شهريار وخيو. بين بعلبك 2009 وبيت الدين 2012 شفنا مشاهد من أوبرا الضيعة ومسرحية كان يا مكان يلي شاركوا فيها عدد من الفنانين بالإضافة إلى المبدع بيرج فازيليان يلي بيتكرم بثمان الشهر. نحن هيك بنكون وصلنا لختام جولتنا على المحطات الثقافية والفنية. رح نرجع لعند جوال وأحوال الطرقات. اليوم السبت مفروض انه تكون حركه السير شوي اخف من باقي ايام الاسبوع. رح ناخذ اتصال من غرفه العمليات المشتركه من هيئه اداره السير. اليوم معنا المؤهل محمد ظاهر. صباح الخير. صباح الخير، يعطيك العافيه. الله يعافيك، تفضل. مثل ما حكيت حضرتك مبدئيا عندنا حركه سير طبيعيه لاقل من الطبيعيه على جميع مداخل بيروت ثلاثه، الشماليه والجنوبيه والمدخل الشرقي من الصياد. في عندنا بس محور شوي فات الحدث الكفاءات عم يشهد حركه سير كثيفه بسبب امتحانات بالجامعه اللبنانيه. وكذلك حال بالنسبة لحركة سير داخل العاصمة بيروت، حركة سير طبيعية على جميع التقاطعات والمحاور. بالنسبة للحوادث تسجل عندنا ضمن ال 24 ساعة 7 حوادث نتج عنهم 11 جريح. بدي وصل المواطنين الكرام، نتمنى منهم ومن السائقين نهاية أسبوع لطيف خالي من الحوادث بالتأيد بالسير المحددة على الطرقات،
واستعمال حزام الأمان وعدم التلاهي أثناء القيادة حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. ومنذكر المواطنين بالرقم 1720 للاتصالات المواطنين بكل شيء بتعلق بشؤون الساب، متابعتنا على تويتر على TMC لبنان لمعرفة حركة السير على الطرقات أول بأول. نعم، حوادث السير إجمالا عم تكتر بالويك أند لأنه عم بتكون طرقات فاضية تقريبا. صح. يعني من هيك كمان مناشد عن جد أنه ينتبهوا والطرقات فاضية لحتى شوي نستفيد منها، يعني تكون أخف عجقة مش نموت على الطرقات. بوجه نصيحة للمواطنين نهاية الأسبوع هنا. نعم، أي إجراءات استثنائية على الطرقات، أشغال يمكن على بعض الطرقات؟ لحد هلا ما صدر شيء من العلاقات العامة. وبالنسبة لمخالفة الرادار تسجل عنا ضمن ال 24 ساعة 1100 مخالفة سرعة. 1100 على... نعم نعم، بعد النسبة كمان مرتفعة. صحيح. نعم، نتشكرك على كل هالمعلومات، نتمنى لك نهار حلو. يعطيك العافية. ايضا ضمن محطتنا الاسبوعيه بننتقل ل او بدي اذكر بموعد ثابت كل نهار سبت مع صالون السبت مع الاعلاميه ورده، وضيفه لليوم الوزير غازي العريده والراي العام. فاصل جديد بحلقتنا ونرجع.